بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني في هذا الدرس الجديد لفلاش الهواتف. طبعا اليوم معنا هاتف بي ان جي، طبعا كوندور سي سات بي ان جي 506 الذي يظهر أمامكم في الصورة. إذا كي تعرفوا كيفية فلاش هذا الجهاز، ما عليكم سوى متابعة هذه الحلقة. لا تنسوا دائما زيارتنا على صفحتنا على الفيسبوك والضغط على زر لايك، وكذلك قناتنا على اليوتيوب والنقر على سبسكرايب. إذا نعود إليكم مجددا إخواني، كما تلاحظون هذه هي طبعا الملفات التي عليكم تحميلها. أولا الدرايفر، ثانيا اللودر أو البرنامج الخاص بتحميل الفلاش، وأيضا الفيرموير. ما عليكم سوى تثبيت الفلاش إذا كانت لديك ويندوز 64 بيت أنقر هنا، أو أيضا 32 بيت أنقر هنا. إذا بعد ذلك علينا الدخول إلى اللودر أو برنامج رفع الفلاش، نقوم بفتحه كمسؤول، دائما نقوم بهذه العملية. وأيضا علينا الذهاب إلى هنا ثم نختار أين هو موجود الفلاش، يعني فتح الملف فقط، نقوم بفتحه بهذا الشكل، ليتما عندما يتعرف الجهاز على هذه المعطيات طبعا إلى هنا تصلون إلى أن البرنامج وافق على هذا الفلاش. ما علينا سوى اختيار من هنا ويبا آل دات، ونضغط على باك أب، أيضا باك أب كوشي باك أب، وأيضا على هذه، وأيضا نقوم بالنقر على ستارت. قبل ذلك إخواني علينا توصيل الهاتف. كيفية توصيل الهاتف هي سهلة وسهلة جدا. إذا الإخوان ما عليكم سوى الضغط على ستارت، هكذا تلاحظون هذه هي يعني هذه الثواني هي تنزل، يعني نقوم بالنقر على زر خفض الصوت وزر رفع الصوت معا بهذا الشكل، ونقوم بتوصيل الكيبل يو اس بي، يعني الكيبل يو اس بي ليتما يتعرف عليه الجهاز هنا. لذلك انا لن اقوم بعمل فلاش لهذا الجهاز لانني قمت منذ قليل بعمل فلاش له. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون الحلقة أعجبتكم. فقط ملاحظة، فالهاتف إخواني فكوندور سي سات أو كوندور سي سات 506 فهي بإصدارات كثيرة، يعني بإصدارات كثيرة، فهناك يعني من يعني البروسيسور الخاص بها هو من تي 59 39، هذا هو الفلاش الخاص بتي 59 39. كي تعرفوا كيف أو معنى هاتفكم يعني يجب أن يكون مفتوح، يعني لن يمكن معرفة الهاتف وهو مغلق، يعني عليكم بتمريره. وأيضا لا تنسوا النقر على باك أب لكي تسترجع يعني النسخة القديمة، لذلك فهذا الفلاش هو خاص بهذه النسخة. أنا وجدت موضوع يقول أن الفلاش الموجود في الموقع الرسمي هو لهذه النسخة فقط، والنسخ الأخرى غير مدعومة. لذلك أنا يعني نجحت معي الفكرة، يعني أو نجحت معي في هذا الهاتف، وجربوا أنتم في هاتفكم إذا طبعا إذا ما تنجح معكم هذه الطريقة. ولا تنسى النقر على باك أب من هنا. يعني شكرا إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في فيديو آخر إن شاء الله.